إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، هو حي لا يموت بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا ومربينا محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأن نتمسك بدين الله حتى الممات، وهي وصية الله لنا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وصية الأنبياء لأبنائهم، ووصى وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم إخوتي في الله، ما منا إلا وله من الذنوب والخطايا ما الله به عليم، فكلنا خطاؤون، وربي جل جلاله غفار، ومن أسمائه غفار رحمن رحيم، وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب أو شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الطريقة الوحيدة من التخلص من الذنوب والرجوع والتوبة إلى الله جل جلاله، التوبة والإنابة والرجعة إلى الله جل جلاله. جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا ظلمنا أنفسنا واقترفنا من الذنوب ما الله به عليم، هل لنا من رجعة وتوبة؟ فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء الوحي من السماء. جاء جبريل عليه السلام بقول الله جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جاءت هذه التوبة تبشر العباد لكل من ظلم بأن الله يغفر الذنوب جميعا، مهما عظمت الذنوب، إذا عظمت بك الذنوب فداويها برفع يد في الليل والليل مظلم، لا تقنطن من رحمة الله، إنما قنوطك من رحمته من خطاياك أعظم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، أي ارجعوا إلى ربكم
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين لو أن لي رجعة إلى الدنيا لأكونن من المحسنين فيقال لها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نسأل الله جل جلاله أن يتوب علينا أجمعين. إخوتي في الله، إذا ذكر الله التوبة في القرآن والاستغفار يأتي ذلك على مر الرسالات من آدم عليه السلام، يخبرنا جل جلاله أن الأنبياء كانوا يتوبون هم أنفسهم وكانوا يحثون أقوامهم بالتوبة إلى الله جل جلاله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات ذكرها الله في سورة الأعراف، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح عليه السلام يقول إن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، إن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. كذلك كانت دعوتهم التوبة والاستغفار. نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم اطلبوا المغفرة من ربكم فإنه غفار إنه كان غفارا. وهود عليه السلام يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وصالح عليه السلام كذلك واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وأمر الله جل جلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. إذن الاستغفار فهي مدى الحياة، وكانت في الأقوام السابقة فكانوا يرجعون إلى الله جل جلاله، بل ومن صفات المؤمنين أنهم يتوبون إلى الله جل جلاله. فلما ذكر الله المؤمنين الذين أعدهم الله جل جلاله بالمغفرة والجنة التي عرضوها السماوات والأرض التي أعدت للمتقين، فمن صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كان من صفاتهم ومن خصائصهم أنهم إذا ظلموا أنفسهم رجعوا إلى الله جل جلاله واستغفروا وأنابوا ورجعوا إلى الله جل جلاله. فهكذا يراد من جميع المؤمنين. ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث
يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء قوم يذنبون فيستغفرون فيغفرهم الله جل جلاله. في الحديث الذي يليه الذي أخرجه إمام الترمذي وأحمد وغيره من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، فلا عصمة في الإنسان، فالكل يخطئ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. المشكلة ليس أننا نخطئ، بل المشكلة التي هي تكون أعظم من هذا كله، فهي أننا لا نرجع إلى الله جل جلاله. التوبة والاستغفار، والله جل جلاله ينادي عباده، ينادي عباده وهو الغفار بأن يتوبوا إليه. يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. فهو الغفار. كذلك ينزل ربنا جل جلاله في كل ليلة إلى سماء الدنيا، يقول: ألا هل مستغفر فأغفره، ألا هل مستغفر فأغفره. كل ليلة في الثلث الأخير ينزل ربنا جل جلاله نزولا يليق بجلاله وعظمته. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الله الواحد المتوحد. إلى طبق الدنيا، إلى سماء الدنيا في كل ليلة، ثم يقول: ألا مستغفر فأغفره. كذلك في الحديث القدسي يقول عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بغرابها مغفرة. يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إن ربي غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.